توبة 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 لكم. يا دي النيلة يا نواه، يا دي النيلة، ما قلت لك 100 مرة بلاش تجي لي العربية، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش أمان. الله، خرجت ولا اتهببت؟ ماليش فيه. وحشتني ايه؟ نهارك اسود ومنيل ب60,000 نيله، وحشتك ايه ونيله ايه؟ لقيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعه نواف. نفسي بتهفني على الكبده فبجيئك. كبده ايه؟ كبده ايه نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي ام العربيه وسلومه جوزك مشاهبه لنوال ومحله على اخر النصر. مالكش دعوه بجوزي يا اخويا، قول انك خايف من السنيوره القصيره بتاعتك. ما انت مضروبة على عينك وبتحبها رد السجون. انا عارفة عجبك في ايه دي. فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال، هاي النوال مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عاملة حسابي. لا شوفي لي اي حاجة معاك. طب خد يا هيما ده بيعه واشتري اللي انت عاوزه ونزه نفسك. من ايد ما نمسكهاش. ويلا بقى اخلعي نوال، مالكيش حجة، واحدة جوزها جزار واقفة على عربية كبدة مستوردة ليه؟ وكمان كوريا مستنيانا على القهوة. يعني على الرجاله. يا عم حركات حريمي ايه وبامبا وموف ايه؟ انا نازله الكوافير ده بضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات وشخلاعه، انت عايز تقفلني منك؟ ام العوزاه ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كاتمة، عليها شويه صور اجنبي كده، اخرج صوره واحده للبت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزه ناس بتصغر، والجمجمه مركبه باروكه شكلها حلو، مركب بتغرق، بص من الاخر عايزه الوليه من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتله وكوافير ومانيكير وقفايه. بس انا كده فهمتك، انا هجيب لك الواد ده كاروته النقاشي غمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجه، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي، عامل له حاجه بسم الله ما شاء الله مقبره. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بوسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي، عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشه لك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيله ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكلية وهي رد سجون، وانا هقرب سلومة في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقة اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفرة وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيمة وبحبك، وسلومة ده ما بقتش طايقة نفسه في وشي. انت تطلتي يا نوال؟ لا وربنا اتهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده خد يا حبيبي. يا حبيبتي حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري.